اهلا بكم في ابن حموده للسيارات. اليوم هنكلمكم عن التاهو ال تي، احدث اصدارات شيفرولي وصلت عندنا في ابن حموده للسيارات. حساسات اماميه وشبك كروم، دعاميه مرتفعه واخلوصي عالي مع هوكات اماميه، رنجات 20 اماميه وخلفيه، نقاط عمياء على المرايات، دواسه ثابته كروم، دخول ذكي على الابواب، تخشيب على الابواب مع سماعات بوز، كرسي سايق متحرك دبل كامل 4x4 كامل، رادار الامامي، تنبيه عند الخروج من الحارات والنقاط العمياء على المرايات، شاحن لاسلكي للتليفون، شاشه 10 انش ابل كار بلاي واندرويد اوتو، واي فاي، توصيل بالتليفون وايرلس بدون كيبل، ثلاجة وفريزر، فتحة سقف بانورامية، استهلاك بترول لتر واحد يمشي في حدود 10 كيلو، مساحة خلفية ما شاء الله رائعة، حساسات خلفية وكاميرا خلفية، دبة اوتوماتيكية، مساحة واسعة جدا للركاب الخلفيين والدبة الخلفية، ماكينة 5.3 V8 10 غيار اوتوماتيك، 355 حصان، دايناميك فيول مانجمنت.